نعيش الآن مع هذه الكلمة الطيبة، يقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح قطر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين يوم الدين، سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الأحبة الكرام، طوف بنا قارئنا الكريم ابن محلتكم الكريمة شبرا اليمن، طوف بنا من خلال سورة النبأ، ثم خواتيم سورة المرسلات، ثم سورة القدر، ثم ختم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأحبة الكرام، ما بين سورة النبأ والنازعات والقدر وقفنا على نهج القرآن الكريم في طوله وفي عرضه. فالقرآن الكريم يا سادة جمع بين الدنيا والآخرة، بين الوعد والوعيد، بين الجنة والنار، بين البشارة والنذارة، بين الإنسان ومن خلقه فقدره. وسورة النبأ سجلت على مجتمع المشركين أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا وكثيرا فيما بينهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اختلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل اختلفوا عليه أو على القرآن أو على الآخرة أو على البعث أو على الصراط أو على الحساب؟ كل ذلك قال به السادة العلماء. ومن هنا انقسم الناس إلى فريقين،
فريق مصدق وفريق مكذب. الفريق المكذب، الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين ثم بين المولى تبارك وتعالى سبب هذا العذاب: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. أما الفريق الآخر فهم أهل التقوى وأهل المغفرة. إن للمتقين مفازا، للمتقين فوزا الله نص عليه في القرآن الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه؟ فاز. زحزح والزح زحزح تكرير الزح. بتشوف انت وانت قاعد في بعض المواصلات وتقول للواحد انزح 5 سم اقعد فيها، كأن المولى تبارك وتعالى يريدنا او يريد منا فقط ان ننجح ولو ب50% ليقبلنا في جنات عرضها السماوات والارض اعدت لمين؟ للمتقين. حدائق واعنابا وكواعب أترابا، هذه المنح، تلك العطايا تأتي لكل فريق خاف من الله عز وجل حق الخوف. فهو كان لا ينظر نظرة تدخله النار، فالأولى لك والثانية عليك، فيجعل لك في الجنة الأتراب المستويات في السن، إذ لا يدخل الجنة عجوز. ويا كل من ابتعد عن الخمر في الدنيا، الله أعد لك خمرا في الآخرة، لكن لا فيها غول ولا هم عنها. يبقى لا يوجد مطلقا أي لون من ألوان التوهان أو السب في خمر الآخرة. فلطالما ابتعدت عن المحرمات في الدنيا، الله يعطيك كل ما تشتهيه فين؟ في الآخرة. هذا يبين أن المولى تبارك وتعالى لو قال له واحد يا رب لتقبله وغفر له وصفع عنه وأحبه، من أجل أن نستزيد من خوفنا من مين؟ من الله. لأننا جميعا سنكدح إلى ربنا يوما ما كدحا فنلاقيه، ومن هنا ستكون الملاقاة في يوم القيامة. يا ترى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، فلا أنت تعلم ولا أنا أعلم، لأنه لا يجليها لوقتها إلا هو. فلا أنا ولا أنت، لكنها من أمر مين؟ من أمر الله عز وجل. ولذلك يجب علينا أن نمسك بهذا الكتاب وأن نمسك
نتمسك به وأن نعمل به، ودائما وأبدا نحترم ونحب ونجل ونشجع حملة القرآن الكريم. لكن هناك سؤال مفصلي يجب على كل واحد من أمة الإسلام أن يضعه نصب عينيه. عندما أصل إلى نصف القرآن، إلى ثلث الثلاث أرباع القرآن، إلى أن أختم القرآن، فأسألك: إلى أي مكان وصلت في القرآن؟ جيم: إلى سورة كذا. سهل. السؤال الأصعب: إلى أي مكان وصل القرآن فيك؟ أوصل إلى عبادتك؟ إلى عقيدتك؟ إلى معاملاتك؟ إلى أخلاقك؟ هل يا ترى نردد القرآن الكريم كترديد الببغاوات، أم نردد القرآن الكريم فنخالق الناس بأخلاق القرآن العظيم؟ هذا هو السؤال الأكثر إحراجا لمن يتعلم القرآن ولا يعمل به. فنحن لسنا في حاجة إلى مزيد من نسخ القرآن رغم حبنا للقرآن الكريم وطباعته، إنما نحن نريد مزيدا من نسخ تدبر القرآن، احترام القرآن، العمل بالقرآن، أن تكون قرآنا يمشي على رجلين كما كان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما أجابت السيدة الطهور حبيبة الله المبرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كان؟ قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين أحلوا حلاله وحرموا حرامه وقاموا بآياته وتعاملوا به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصرنا سخاء رخاء بفضله وسائر بلاد المسلمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم نور البصائر وغذاء الأرواح وينبوع السعادة، لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد، ولا يخلق على كثرة الترديد. والذي أرشد الأولين والآخرين، ولما سمعه الجن لم يلبثوا أن ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. أيها الأحباب، لقد كرم الله حملة كتابه الكريم فجعل القرآن لهم هدية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: يا رسول
الله وسماني باسمي؟ قال نعم يا أبي. فبكى أبي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن نحظى يوم القيامة بشفاعة القرآن. عشنا أيها الأحباب مع هذه الكلمة الطيبة حول فضل القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا. وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية المباركة من المسجد الكبير بشبرا اليمن، مركز زفتة بمحافظة الغربية،